السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله في الدرس ده هنتناول مع بعض كيفية عمل فاميلي لطاولة الطعام اللي أمام حضراتكم دلوقتي. ده عبارة عن طاولة طعام ممكن أخليها 2 كرسي أو 4 كراسي أو 6 كراسي، تمام مظبوط كده، أو 8 كراسي. إن شاء الله في الدرس ده هنشرح إزاي نعملها بنفسنا على برنامج الريفيت. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض الدرس. أول خطوة هنظبط الوحدات، هنختار الوحدة المترية. أوكي، هنفتح نيو فاميلي، هختار متريك جينيريك موديل، هظبط الوحدات، هختار الوحدة المترية. اوكي، هبدأ اعمل ريفرنس بلين، اعمل اوفست 2/10 افقي ورأسي. هاخد الدايمنشن ده، اضغط اي كيو عشان يكونوا متساويين، وهاخد البعد الكلي، تمام. هكرر نفس الخطوات هنا، اضغط اي كيو واخد البعد الكلي، تمام. هختار البعد ده والبعد ده وهضغط اد بارامتر، هسميه تشير سايز. اوكي ممتاز. هفتح الليفت، هعمل كرييت سيميلر، هعمل اوفست 4/10، 1 2، هعمل دايمنشن للخط ده والخط ده، هسمي الخط الاولاني ده هيكون الهايت تشير، سميه تشير هايت، اضغط اوكي واختار البعد الثاني واعمل له اد بارامتر واسميه باك ريست. اوكي هسمي البلين ده الهايت ابلاي، هفتح الريفرنس ليفل، هعمل اكسترودجن، اختار الركتانجل، هرسم هنا كنسل، هعمل اكسترودجن، اختار الاول البلين بتاعي، اختار الهايت اللي انا انشأته، هعمل ركتانجل هنا بمنسوب الريفرنس بلان اللي انا اخترته، وضروري ان انا اقفل الخطوط ديت مع الريفرنس بلان، هخلي -0.4 4 سنتي، اضغط اوكي، افتح الليفت، تمام ممتاز كده وضعه تمام. هبدأ علشان ارسم الرجول بتاعت الكرسي، هجيب الليفل، اعمل اكسترودجن الاول، اتأكد ان انا على ليفل الريفرنس ليفل. اوكي هرسم ريكتانجل 4 سنتي في 4 سنتي او 5 سنتي في 5 سنتي، تمام. خليه مثلا ده 4 سنتي وده كذلك 4 سنتي، هكرر اعمل ميرور منه، اختار الاكس ده، اختار الاتنين دول واعمل ميرور الضلع التاني، ابدأ اعمل الاين مع الاكسس، ولازم اقفل القفل، هكرر نفس الخطوة، اعمل الاين مع الاكسس واقفل القفل للاربع ارجل، الاين مع ده، الاين مع ده واقفل القفل، الاين مع ده واقفل القفل، تمام. واعمل الاين الارجل مع بعضها،
وأقفل برضو القفل. تقفلي القفل يعني أنا بعمل تقيد للحاجتين دولت مع بعض، هعمل اكستروجن بوينت فور اوكي، اشوفها في الليفت واعدلها، هنزلها لتحت شوية واقفل القفل عشان بحيث لو حركت حاجة تاني يتحرك معاها، برضو عامل اللاين واقفل القفل، هعمل ريفرنس ليفل، هعمل الباك ريست، هعمل اكستروجن اشوف الثري دي الاول ممتاز، خليه رياليستيك، الغي الشو ايدجز اوكي تمام ممتاز، هشوف الفاميلي تايب هنا اقدر اعدل فيها اوتوماتيك هتتغير معايا، دي الدايمنشنز اللي انا عملتها وعملت لها بارامتر، هخليها 0.4 او 0.5، اعدلها تاني 0.4، ابلاي، يعدل من هنا زي ما انا عايز عشان لما ادخلها على الفايل بتاعي اقدر اعدل فيها زي ما انا عايز اوكي. افتح ريفرنس ليفل، اعمل اكستروجن، اختار الست الاول للبلين، هعمل هنا ريكتانجل، ده الباك ريست بتاع الكرسي، هخليه بسكنس 3 سنتي، 0.03، اقف هنا وعدل انا عليه من هنا 0.03، اضغط انتر تمام ممتاز. افتح هنا البروبرتيز، اعمل اوكي، اشوفه في الليفت او الفرونت، اضغط دبل كليك عشان يظهر لي كده تمام ممتاز، اعمل الاين مع الاكس ده علشان اقفله، هنا اللاين علشان اقفله بحيث لو عدلت الدايمنشن بتاع الاكس يتعدل معايا، بحيث لو عدلت هنا الباكريست 1 متر هيتعدل، وهنا كذلك. ده ببساطة ازاي اتحكم وغير في الدايمنشنز بتاعت الكرسي اللي انا بعمل له فاميلي، اشوفه في الثري دي، ممكن احط له ماتيريال اختاره، اختار هنا الماتيريال، اختار ماتيريال خشبية، اختار الوود، اضغط على السهم ده بعدين ابلاي اوكي تمام كده، انا عملت الفاميلي بتاع الكرسي للطاولة، دي الدايمنشنز بتاعته، اقدر من خلالها اتحكم في ابعاده، اكبر اصغر. ده ببساطة الفاميلي للكرسي، هرجعها تاني للدايمنشنز الاساسية اوكي تمام، هفتح اسيفه الاول وارجع افتح نيو فاميلي، برضو متريك جينيريك موديل، اوبن، هبدأ ان انا ارسم الطاولة هنا، بعد ما برسم واعدل الاول اعدل الوحدة اخليها الوحدة المترية، هبدأ ارسم اكسس هنا تساعدني في الدايمنشنز بتاعت التيبل، اعمل كرييت سيميلر بوينت 1 متر، اعمل 50 سنتي للافقي بحيث للطول والعرض، هعمل دايمنشنز هنا زي ما عملنا في الكرسي، بضغط اكس وباخد الدايمنشنز للبعد كله، كذلك بكرر الخطوات هنا، اضغط اكس واخد البعد الكلي علشان اعمل له بارامتر، بختار الاكس ده، هات بارامتر وهسميه تيبل لينث اوكي، اختار ده هخليه باسم تيبل الويز، اضغط اوكي تمام، اضغط الليفت عشان اعمل الهايت بتاع التيبل، اختار الاكس ده واعمل كريت سيميلر، خليها الارتفاع 0.7
ده ارتفاع التيبل بتاعي، هعمل اكس دايمنشن وهسميه بعد ما اعمل له بارامتر، هات بارامتر هسميه هايت او تيبل هايت. اوكي هسميه الاكس ده هسميه هايت عشان اعرف اوصل له لما اجي اعمل اكستروجن. افتح الريفرنس ليفل، هعمل كرييت اكستروجن، اختار الست الليفل اللي انا عملته الهاي، هبدأ ان انا ارسم ريكتانجل هنا، ولازم اقفل القفل ده، اتأكد ان اعمل اكستروجن ماينس بوينت 04. اوكي اشوفه في الليفت، اتأكد من مكانه تمام ممتاز كده. ابدأ اعمل الرجول، اعمل كرييت اكستروجن، اختار الست اللي هو الهايت او الليفل ريفرنس ليفل، ابدا ارسم الرجول، هكنسل اختار الريكتانجل، اعمله مثلا بوينت 1 في بوينت 1 يعني 10 سم في 10 سم، بوينت 5 لا بوينت 5 صغير، خلينا اعدله بوينت 1 تمام ممتاز كده. هعمل ميرور منه، كوبي النسخة التانية، اختار الاتنين واعمل ميرور الجهة التانية، ارجع اعمل الاين مع الاكس بتاعي واقفل القفل. هكرر نفس الخطوات للاربع ارجل مع الاكسات، وبعدين ارجع اعمل الاين للارجل مع بعضها واقفل القفل برضو. الاكس ده مع الضلع ده، الاكس ده مع الضلع ده، ده مع ده، اوكي ده مع ده، ده مع ده تمام. ارجع اعمل اللاين للارجل مع بعضها تمام، ده مع ده واقفل القفل، ده مع ده واقفل القفل ممتاز. اعمل اكستروجن بوينت 4 او 7، ده ارتفاع التيبل اللي انا كنت محدده، اشوفه في الليفت، انزله لتحت واقفل القفل ممتاز، واعمل الاين للرجل من تحت واقفل القفل ممتاز، اشوفه في الثري دي تمام. اعمل رياليستيك، الغي الشو ايدجز، اوكي ممتاز. دي البارامتر اللي انا عملتها، اقدر ان انا اتحكم في الدايمنشنز بتاعتها بسهولة جدا زي ما عملنا مع الكرسي، ازود واصغر، ارجعه تاني زي ما كان. اوكي اعمل احدد ماتيريال، اختار ماتيريال خشبية للتيبل، اختار ماتيريال خشبية، ابلاي اوكي تمام. لا هرجع اغير الماتيريال دي، اختار نوع تاني، ده للارضيات الخشب، ده اختار خشب الود النوع ده، اضغط السهم ابلاي اوكي ممتاز. وكذلك هنا الاول هختار ده واعمل كنترول سي واختار ده وحدد هنا كنترول سي، كنترول في هيسخالي على طول بدون ما احتاج ان انا افتح الماتيريال واغيرها. هسيف الفاميلي للتيبل، اوكي هفتح ريفرنس ليفل، اختار ده واعمل كريت سيميلر، وارسم اكسات تانية على بعد 15 سنتي من ده وده وده، كنترول زد ده وده، ده الاوفسيت بتاع الكرسي اللي انا هربطه بيه، اختار الدايمنشن ده عشان اعمل له بارامتر بعد كده، وده ده مع ده وده مع ده، وارجع اختارهم
اختار ده وده وده وده، اعمل لهم بارامتر عشان اقدر اتحكم في الدايمنشن، اغيره زي ما انا عايز. هسميه شير اوفسيت. اوكي ممتاز. هبدأ ارجع افتح التشير عشان ادخله على التيبل. اوكي دلوقتي انا دلوقتي اقدر احط الكراسي، اوزعها على التيبل، احط واحد هنا باستخدام المسطرة، اغير اتجاه الكرسي، اضغط لحد ما يظبط اللي انا عايزه. تمام كده حطيت 4 كراسي. دلوقتي هعمل كريت سيميلر، هرسم خط هنا وخط هنا، ده هيكون الحد اللي ما يخرجش الكرسي عنه. قدام هنفهم ليه الخطوط ديت. اختار الدايمنشن ده عشان اعمل له بارامتر، وهنتحكم ونحط معادلات تسهل لنا وتخلينا بسهولة جدا نزود عدد الكراسي زي ما احنا عايزين بضغطة زر واحدة. هسمي ده سايد اوفسيت، عملت له بارامتر خاص بيه، هتحكم هنا خليه 0.35 او 0.3. اوكي تمام. ده السايد اوفسيت، هعمل الاين للكرسي مع الاكسات اللي انا رسمتها. اوكي وقفلت طبعا، لازم القفل ده اساسي. كذلك جميع الكراسي هعمل نفس الخطوات، بربطها بالاكسات اللي انا عملتها وعملت لها بارامتر عشان تسهل عليا اعدل عليها من خصائص الفاميلي. هكرر نفس الخطوات للكرسي ده كذلك، واتاكد ان انا قافل القفل، اشوفه في الثري دي. تمام ممتاز. افتح ريفرنس ليفل، اختار ده وده واعمل منهم الري. الري اعمل 3 نسخ، واختار اللاست، اختار من هنا لهنا، واختار 3 واضغط اوكي. هكررهولي 3 مرات اشوفه في الثري دي. تمام ممتاز. افتح ريفرنس ليفل، اختار الاري واعمل له بارامتر عشان اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز. الري اوكي. تمام ممتاز. افتح البارامتر هنا، اتحكم في الطول بتاع التيبل، واعمل معادلة ما بينه وما بين الاري، اعمل الطول بتاعها مقسوم على 0.6، يدينا عدد الكراسي اللي انا عايزه. اوكي افتح البارامتر، لو غيرت هنا في التيبل لينس اوتوماتيك هيغير لي عدد الاري 1.8، هيخليهم 3 1 او 2.4، هكررهم 4 اوتوماتيك، بيعدل في الشكل. دي باختصار فكرة الفاميلي. اختار الدايمنشنز اتحكم فيها، اخلى 1.2، خلهم 4 كراسي، 2 اري. هنا هعدل المعادلة بس تعديل بسيط. اوكي ارجع لها تاني بعد ما اشوف الشكل هنا واتأكد ان هو مظبوط. اعمل بس كرسي هنا في السنتر وهنعرف ليه قدام. تمام. انا هتحكم في الفاميلي ازاي امتى اظهر الكرسيين اللي في النص واخفي الباقي، وامتى اخفيهم الاتنين واظهر الباقي. انا دلوقتي بعمل اللاين مع الاكسات اللي انا عملتها وبقفلها طبعا في سنتر التيبل. هختار ده وده، في حاجة في البروبرتيز اسمها فيزيبل، دي من خلالها بتحكم، هعملها هنا اد بارامتر عشان اتحكم في ظهورها واختفائها. اوتوماتيك هتظهر لي في خصائص الفاميلي. اختار الكرسي ده مع الكرسي ده واعيد نفس الخطوات
واعمل فيزابل واعملها بارامتر واسميها سايد شيرز. اوكي اختار ده الاول ايديت جروب واختارهم واعمل الفيزابل اختار منها واعملها اد بارامتر واخليها اري. انا كنت مسمي اري قبل كده هخليها مثلا اري نمبر 1 ده اوريدي موجود الاسم ده خليها اري نمبر 1. اوكي وبعدين فينش للجروب تمام ممتاز. افتح الدايمنشنز هيظهروا لي هنا الاري والسنتر تشير والسايد تشير. هعمل كنترول سي للتيبل لينث وانسخه هنا اعمل منها معادلة اكبر من 1.1 اضغط انتر ابلاي السنتر تشير هكتب هعمل كنترول في اقل من 1.1 السايد تشير اكبر من 0.9 او 8 ابلاي خلاها 9. اوكي تمام كده دي الخصائص اللي انا عملتها والمعادلات. هفتحها تاني هكتب هنا بس اغير المعادلة بتاعت الاري هكتب اف افتح بين قوسين كنترول في للتيبل اكبر من 1.1 مسافة كوما في النهاية اضغط هنا كوما وبعدين رقم 2 واقفل القوس. اوكي اضغط ابلاي هنا لو عدلت في التيبل لينث اوتوماتيك هيعدل لي عدد الكراسي هنا بيكتب علامة صح تمام اللي انا عايزه يظهر. لو نلاحظ هنا لو غيرت انا هعمل هنا نيو اكتب تو تشير اضغط اوكي واتحكم في التيبل لينث خلي ده 0.8 ارجعه لا تاني انا غلطت هنا هخليني في التيبل لينث هعمل كنسل واكتب التيبل ويتس اخليها متر زي ما هي اضغط ابلاي هيظهر لي بس السنتر تشير الكرسيين الاتنين بس يبقى كده عدد 2 كرسي اضغط اوكي. هو هنا كله ظاهر بس في الفايل اللي انا هشتغل عليه هيختفي هكتب فور تشير اضغط اوكي هتحكم هنا في الدايمنشن 1.2 هيبقى 4 كراسي 2 اري. اوكي اختار هنا اعمل نيو 6 شير اضغط اوكي اتحكم في الدايمنشن 1.2 او 1.8 اعمل اوكي خلاها زي ما هي دي 6 شير هعمل نيو تاني 8 تشير تضغط اوكي اتحكم هنا اخلي 2.4 ابلاي اوكي تمام ممتاز. هعمل لود انتو بروجكت اختار بروجكت نمبر 1 اللي انا فتحته في البداية خالص حمل عليه الفاميلي اللي انا انشأتها دي الفاميلي ده التو تشير الغي الامر اشوفها في 3D اعمل رياليستيك تمام ممتاز اختارها وغير عدد الكراسي الفور تشير ظهر لي 6 كراسي يبقى في مشكلة اعدلها من هنا خلي دي 1.1 متر بس اوكي تمام كده 4 كراسي اختارها واختار 6 تشير هيظهر لي 8 كراسي يبقى انا غلطت في كتابة البعد نفسه هكنسل اختار الفاميلي نفسها اعمل ايديت خلي دي 1.2 طبقا للمعادلات اللي انا عاملها واختارها تاني
خلينا نعدل على الفاميلي نفسها عشان يسهل عليا. افتح البارامتر اخلي السكس شير 1.2 في التيبل لينث 1. اوكي كان اوكي في حاجة غلط كده. 8 كراسي. افتح الدايمنشن تاني خلى 1.2 صح كده صح. هو المشكلة في الرقم كان غلط كده مظبوط. اضغط ابلاي افتح 8 كراسي وخلي دي 1.8 ابلاي. اوكي ممتاز. افتح الفور تشير اخليها رقم 1 بدل ما 1.2. رقم 1 هو الصحيح كده. 4 كراسي. اعمل سيف الاول وبعدين لود انتو بروجكت. اختار المشروع اللي انا شغال عليه وبعدين اعمل اوفر رايت. اختار ديت اختار تو تشير اوتوماتيك هيعدلها لي. 4 كراسي. اختارها تاني 6 كراسي. اختار 8 كراسي بسهولة جدا. اختار اعمل ايديت. طيب اقدر ان انا اعدل في الدايمنشنز بتاعها. دي الخصائص اللي انا عملتها عشان اقدر اتحكم. اعمل ابلاي اوتوماتيك هيغير لي عدد الكراسي والدايمنشنز بتاع الفاميلي كلها. اختارها اعمل ايديت. طيب احركها يمين عشان اقدر اشوف التغييرات اللي انا بعملها. اصغر الويندو دي شوية اسحبها لهنا. اعمل ابلاي كده 6 كراسي 1.8 ابلاي. اوكي بسهولة جدا اقدر اعدل في الفاميلي اللي انا انشأتها. 1.8 8 كراسي. اوكي تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.